الله يعين، مساكم الله بالخير جميع. وصلنا الباص، توجهين ان شاء الله الحين الى كرم النخي، خلكم معنا. الله يعين مساكم. هذا شغلنا الله يشكر. كيف تحية؟ كويس. وانت على الطاولة تسوي على البست. الله يهديك الهاج غلط. سارة علي ود مرقت زين. طبعا وصلنا المزرعة ان شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك له. طبعا من الجبل هذا جبل احد جبال الجنة ان شاء الله تبارك الرحمن. المزرعة مقابلة الجبل، بنعطيكم العلوم ذا الحين، ما انا ان شاء الله قاصرين عليكم بشيء. طبعا اليوم احنا يا اخوان في مزرعه كرم النخي. فالمزرعه هذه كلها خاصه في كرم النخي، جعل ربي يبارك له. سبحان الله، في معلومه سمعتها عن عجوه المدينه، اذا كثرت الماء تضرها، واذا قللت عليها الماء ايضا تضرها. يعني تسيها بنظام سدد وقارب، لا تزيد ولا تقل. ابو فهد مساك الله بالخير. اهلا وسهلا. يعلم الله اني يشرفني تصويرك وظهورك في سناب، وانا الشرف لي اني اطلع معك يا حبيبي. تعال ربي يطول عمرك. وش تقول في عجوه المدينه؟ الحين كثير من الناس يدورون على العلاج بعد ما يمرضون، والوقايه خير من العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فخذ سبعه واطمن، ترى ما راح يجيك شيء ان شاء الله. تعال ربي يكتب اجرك. الله يسعدك. ايش رايك يا والله ما شاء الله تبارك الله. وترى هذا يا حبيبي هنا جبل احد، يعني وش احلى من كذا. وهذه النخيل يا سلام. يقولون ايضا ترى عجوتهم طيبه. اي والله الله يرزقكم. يقولون الماء بعد لا تكثره ولا تقلله. يا سلام. اي والله ما شاء الله عليك. اي والله يقول سدد وقارب. يا سلام. تعال ربي يوفقك وبيض وجهك. الله انت. طبعا حاليا يا الربع فترة التوبير، احنا نسميه اللقاح. الآن في الوقت هذا تلقيح عجوة المدينة، يعني الوعد الصيف القادم. حي والله ذا العود، هاي يشوفونها الجماعة دقوا يبون نقل كفالة. خلص ما شاء الله، ما شاء الله كرم النخيل، ما شاء الله مزرعة نظيفة والله ونعم المسوق. جبل اود ورحمه، هذا ما شاء الله مباركه. جعل ربي يبارك فيك. الحمد لله. حول نفداك. حول ايش تقول؟ هذه عجوه. نعم اللي لك الحين. فالاهتمام الكبير في العجوه بكل مراحلها مهمه كل مزارع عشان تجيك العجوه راحيه. العجوه اذا كرمتها تكرم. متعبه العجوه؟ متعبه بس انها متعه. وشلون بالله شو؟ هل هو مثل التمر العادي ولا؟ العجوه مباركه، العجوه طال عمرك. شوف شوف النخيل هذه، شوف تحتها كم بنت تعطيك بنات. العجوه مشروع سبحان الله يخليك تتطور غصبا عنك. يا سلام. يعني النخله ذي تجيب لك من 8 الى 9 الى 12 صنو تحتها. الله يبارك لك. الله يبارك ان شاء الله. الله يبارك. الله يبارك لك ويرزق. الله يجزاك خير يا بحر. انا احسبك تقول جواد السويسري، يعني القبيله طلعت سويسري اوروبي. الله الله ونعم. الله يرضى عنك يا حبيبي. والله ونعم. والله اسعد الفرص يا شيخ. جعل ربي يطول عمرك. بس انه خلاص يا اخي، ترى اللي يجي المدينه ويعيش بالبركه اللي هنا خلاص. بس انك سويسري سويسري، امك سويسري وابوك سويسري. الله الله يا ما شاء الله يا حبيبي. جعل ربي يبارك فيك. مواليد السعوديه؟ لا مواليد سويسرا كمان. ما شاء الله. وش تبي بالقيض والشموس يا رجال؟ يا اخي المدينه هذه محبوبه الحبيب صلى الله عليه وسلم. وجنسيتك سويسري؟ اي بطلع لك اياها الحين. ما شاء الله والله مو بواضح يا ولد. يا حبيبي والله. والله اللي ما رحب يا ولد، والله ما دريت، لكن ما رحب ملايين يا ابو غسان. ان شاء الله ان اسافر انا وياك لسويسرا. والله تم باذن الله. تم. نظر من ذا الحر يا رجال والشموس. ما تشوف السافي ماكلون وجهي. كوني لا ما اي اسمع اي دير انت اجمل بالحقيقه. جعل ربي يطول. الله يرفع قدرك. اي دير اسمها الباطن؟ قالوا سير عليها لا تروح، حرام من ياكلك الشموس. الله يرفع قدرك. الله الله متكين في ذا الفيه. خلصت اعلاني، تحر يجي الخلصون ويجوني وراح انا وياهم. عاد بنروح للمصنع ونشوف علومه غير. والله يا الفيه الدينها تجيب العافيه في النهار، اما في الليل ما ودك بها الجلسه دي.
سمى في النهار اشهد بالله انها حلو يجعل ربي يبارك لهم في حلالهم ويرزقهم الرزق الحلال. ابو تميم مساك الله بالخير مساك طيب والله جازي الجلسه ذي يا مرحبا يا ابو تميم يا مرحبا ملي الله يعافيك ومرحبا ترحي في المطر والله انه يشرفني مش حالك ساك طيب يا مرحبا ملايين في ذمتي الله الله متكين في ذا الفية الله الله يا الربع وصلنا للمصنع للحين حنا بنروح لوليد الله يمسيك بالخير مش حالك ساك طيب يا مرحبا ملايين مبعد البرد هنا برد أشهد لله هنا تحفظ بيها العجوة نعم درجة الحرارة يقول تصل تحت الأربعة والعشرين هذا تقول سيستر داخل عمليات راه خارجك أخطانا مصابك نفداك حنا في إعلان وعندنا شغل والله توكل على الله طبعا الربع ذي الثلاجة تحفظ العجوة طبعا تحس أن السعر مناسب للجميع لماذا؟ لأن الربع الله يرزقهم عندهم كمية مهيب شوي يشتغلون بالأطنان الله يجعل ربي يبارك لهم هذه الثلاجة اللي تحفظ العجوة عقبها تنتقل لمرحلة التعقيم درجة الحرارة درجة الحرارة هنا تنزل تحت 24 عانوا الله الله يا الربع إن شاء الله تبارك الرحمن كرم النخيل عندهم أكثر من مزرعة ويشتغلون بالأطنان الله يجعل ربي يبارك لهم تمشي بمعايير الايزو شهادة الايزو العالمية لسلامة الاغذية احنا حصين ما شاء الله عشان الايزو شهادة البي ار سي الاوروبيه كل التمر اللي عندنا في كرم النخيل يمشي بالسوق الاوروبي السوق الاوروبي تمر من اصعب الاسواق اللي تفشها فلما تمر من المدينه يطلع بالسوق الاوروبي هذه ما شاء الله نجاح كبير لنا هذه غرض تعقيم اللي وراي وعقم التمر يسحبون الهواء بشكل كبير جدا ما في اي نقطه هواء قدروا فيه اي سوسه سمح الله ولا اي حاجه ولا اي مايكروبات يروح كله من العجوه هذه اول حاجه التعقيم بعد التعقيم نروح طال عمرك الفرز اليدوي والالي والتبخير والتلميع بيجوا بعد شوي الله يبارك لك طبعا هذه الربع مرحله التعبئه شوفون طبعا يا اخواني هذه المرحله الثانيه مرحله الاهتزاز يسمونها يظهر منها الوصق ويظهر منها الشوك العيدان الصغار تظهر منها هذه المرحلة الثانية طالت الله عنها مع قليلا من الماء رب ما شوفون هذه يا حباني المرحلة الثالثة تلميع التمر تشوفون تظهر لك التمرة تقول الحمى تشوفون الله الله يا الربع هذه التنقية اليدوية الطيب يكمل مساره واللي مهو بزين يحطونه في النص طبعا صورت لكم المرحلة كاملة وعطيتكم العلوم يرى يجي العلبة ذا كبرها اقسم بالله انها تتعب راعيها تعب ما يوصل مكاين وعمال وادق التفاصيل مركزين عليها اسأل الله ان الله يبارك لهم في رزقهم الله يبارك شوف عامل واقف على تمره تمرتين شوف شوف ابيك تشوف بعيونك عزيزي المشاهد شوف عامل واقف يتحرى تمره تمرتين طبعا الربع هذا مصنع المعمل هذه عجوة وهذه عجينة إن شاء الله تبارك الله بركم يا ذلك طبعا المعمول يجي هنا على الختام طبعا هذه الربع الرصاصة المعمول من يوم يظهر من العجانة والختامة بدون أي تدخل يدوي الله تبارك
والله يا فيه ريحة يا رجال ما فايتتكم ما شاء الله. طبعا يا الربع دي مرحلات التغليف تشوفون عدنين طاسة للعامل مقرطة صحان. عطني واحدة انا بدأ هذا طازج تشوفون عاد تاصل عند العامل ما يلزمها بيديها للاقد هم قرطصها بالطريقة هذي يحطونها لكم هذا العلب وتجيكم جاهزة. الله يجعل ربي يبارك لهم. هذا هو معمول عجوة كليجة. طبعا نسبة العجوة فيه عالية جدا يا اخوان. عدي الحلقة الاخيرة للمعمول. هنا يروح المعمول ويجي وقعه كذا منك ويجيك يمشي دوبي 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 نين يجيك في ذا العلبة مسوي فيه البطيط. عز الله ان طعمه دقة بالنسبة لي انا عز الله انه دقة عجبني. الله الله وسلامته. هذا هو معمول عجوة المدينة وبتجيكم الروابط وبتجيكم علوم طيبة جدا مقدمينها الله يبيض وجيهم ويكثر خيرهم. سلامتكم جعل بالعافية جعل ربي يبقيك يا ابو كرم. يا هلا يا بهاج الله يحييك. الله يحييك كل متابعينك جعل عمرك. الباكج هذا بخطوط الانتاج شايفه قبل شوي بالجودة طال عمرك اخترنا الباكج هذا المميز. هذا السطل نصف كيلو معمول معمول بالعجوة معمول عجوة بالبر والدخن والدقيق الابيض معمول عجوة بالكليجة. هذه علبة العجوة اللي قبل شوي صورناها والطحينة هذا كله طال عمرك شامل الشحن والضريب 193 ريال. اخذت الباكج طال عمرك حلو تحصل فيه قسيمة شرائية 30 ريال. كل باكج فيه قسيمة شرائية 30 ريال او تحصل فيه جوال جالكسي ولا جوال طال عمرك ايفون يا حيا قيوم ايربودز ولا ممكن طال عمرك تحصل فيه سيارة. يعني مو بجايك فاضي ما راح يجي اي باكج فاضي. والحاجة هذه بتتم تحت اشراف غرفة المدينة المنورة غرفة التجارية في المدينة المنورة كل شيء رسمي طال عمرك. الله يبيض وجهك والله يجعل الجوالات دي ما تروح للواحد المستحق بإذن الله والموات الاثنين الله يجعل بعيدا عن السنابات. والله العظيم اني احب الراس الطيب واحب الرجال بعيدا عن الربع. احنا انت تغطيتنا عند مصنع شركة كرم النخي. اسأل الله في هذه الساعة نجعل المواتر دي ما تروح الا لشخص مستحقها. واسأل الله ان الجوالات والسماعات ما تروح الا لشخص يستحقها في هذا اليوم. الله يجعل الجوائز من نصيب واحد يستحقها فعلا تخدمه وتنفعه. الله يبارك للراس ذا ويوفقه رجال تقي ويرزقكم الرزق الحلال. بحط لكم الرابط للتذكير ومرحبا بكم ملايين كرامتكم الشحن. لا أقول وداعا ولكن نشوفكم على خير. مساكم الله بالخير جميع. المكان ده ما فيه حيلة ابدا بس في النهار في الليل مهم بحلو اما في النهار عز الله انه تشوف البحر والمسبح. شو رايكم ارفع الشاشة ودعم البث. لا مرحبا مساء سعد شلونك؟ حياك الله ابوي. ان شاء الله انك يعني اعجبك الاوتيل جدا جدا بس عندي استفسار بسيط اخوي. تفضل تفضل تفضل. ليه ما شرط لي عس كريم من المدينه المنوره؟ ما عندي ابغى عس كريم خلص. سعد ما عندي ابغى عس كريم. والله ما عندي هلج. ويش؟ آخر مرة. ويش؟ آخر مرة مع أبو عسكري بعد ضيحة. أكيد. أكيد.
هلا ابوي سعد تفضل. هلا حياك والله تمام. ليش ما شفت عسكري؟ امزح زمانك زين. والله تمام. كيفك؟ سعد. سعد ابي رايك. ان شاء الله ان البيت اللي عجبك. في احمد ددنا امزح ها؟ لا محمد. كل ما ركزت في الصورة طلع لي طيب رأس وطيب فعل وطيب نية. ونصيتها ساعة الضيقة فزع لي فزعة اللي انت طبعا غيرنا فندقنا مو بدنا والله بس انه قالوا محجوز من يوم اصلا جيناهم قالوا ترى محجوز يوم واحد بس انه مسوين بنصيد الجو كنا يمكن يجي بكره يغيروا رايهم من يوم جاء الضحى والريق يسالين علينا كمكم يا ولد ضيفان عليكم قال اقول قمكم خلوا الضيفان وخل احنا معلمينكم غير ما يتسدك مراره الله 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 يمسيكم بالخير جميع والآن منظر الشمس كذا جميل يا مغيب الشمس ما لي فيك حيلة أشهد ما لي فيك حيلة تغانم الوفر لن يقول أنت تحس الشخص اللي يرسل الوردة أمه وأبوه مدرسي ما في قمر اليوم ما في أقولها ما جابها الشوق ما اشتاق اليوم هو ما يدري إن المكابر ما هو بزين شكله ما يدري ايش عذره على الغايب عذره معه اول شيء السلام عليكم نعتذر على الغيب انا والله ما كان ودي اصور لكن طيب الرجال ذا وطيب الرجال ذا بيض الله وجيهم جابوا لي جوال جديد ويجملوني والله لا يهينهم ما لنا فضل يا ابو حسن جمالك ما تعد ولا تحصى اجعلني والله درج لي الله يجعلني فداكم والله اني اقولها ما صادق اجعلني والله فداكم بعيد العيش طيب ابشر بي يا ابو حسن هاي عينك هاي امشمي والله ابشر بي هاي هي ذمتي دم عيال حسن للحين يا ابو محمد اول صوره بالجوال للثلاثي شرب فنجانها الله 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 تبني الماء